اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. ودي ان شاء الله هناخد ليسون 2 في يونت 2 اللي بعنوان الجبرايك فراكشنال فانكشن. الدرس بتاعنا النهارده يعتبر من الدروس السهله وفكرته بسيطه وافكار المسائل بتاعته بسيطه جدا. هنتعرف فيه على الفراكشنال فانكشن وايه اللي انا اخد بالي منه وانا بتعامل معاه. يلا مع بعضنا نبدا الليسون ونتكلم عن الفراكشنال فانكشن. من الاسم بتاع الفراكشنال فانكشن نقدر نقول ان الرول بتاعت الفانكشن دي هتكون على شكل فراكشن. طيب الفراكشن كان بيتكون من ايه؟ كان بيتكون من نيومريتور وايه ودينومينيتور. كانت ايه مشكلتي في التعامل مع الفراكشن؟ مشكلتي في التعامل مع الفراكشن لو ظهر عندي زيرو في الدينومينيتور. في هذه الحاله كان الديفيجن باي زيرو هاز نو مينينج، وبنقول ان الفاليو بتاعتي دي ما اقدرش اخدها واشتغل بيها في المساله، اللي هي الفاليو اللي خلت الايه الدينومينيتور بالزيرو. نفس الكلام هنعمله هنا. هنبتدي نعرف حاجه مهمه جدا جدا اللي هو الدومين بتاع الالجبرايك فراكشنال فانكشن، اللي هو كل البوسيبل فاليوز المتاحه ليا ان انا ممكن استخدمها في هذه المساله وما تخليش عندي الدينومينيتور عندي يديني زيرو. طيب ناخد مثال على الفانكشن f of x equal x minus 3 divided x plus 2. لما نيجي نبص على الفانكشن دي الدينومينيتور عندي موجود فيه x plus 2. لو رجعنا لليسون 1 وجبنا الزيروز بتاعت ال x plus 2، يعني امتى البولينوميال دي تديني زيرو؟ كنا بنعمل ايه؟ بنساوي الدينومينيتور بالزيرو وبنسولف فور x، هنودي ال 2 الناحيه الثانيه وتبقى ال x عندي هتيكوال نيجاتيف 2. يعني لو جينا نقول f of نيجاتيف 2 هنلاقينا تحت هيديني زيرو، يبقى ما ينفعش ادخل نيجاتيف 2 في هذه الايه؟ في هذه الرول. لكن اي رقم تاني للاكس هيشتغل معايا. عشان كده هنقول ان الدومين بتاع الفانكشن اللي اسمها اف عباره عن ار ديفرنس نيجاتيف 2، يعني كل الريل نمبرز ما عدا النيجاتيف 2، وده القانون الاساسي بتاع الدومين ان هو بيديني كل الريل نمبرز ما عدا الايه؟ الزيروز بتاعت الدينومينيتور. طيب نيجي مثلا للفانكشن اللي اسمها ان اوف اكس ديت. امتى الدينومينيتور عندي يديني زيرو؟ يديني زيرو لما الاكس تبقى 4، لان 4 ماينس 4 يديني زيرو، وبالتالي الدومين بتاع الفانكشن دي هيبقى ار ديفرنس الايه؟ ال 4. طيب بالنسبه للفانكشن دي اللي هي جي اوف اكس، امتى عندي الدينومينيتور عندي يديني زيرو؟ بيديني زيرو لما الاكس عندي تيكوال زيرو، يبقى انا من حقي اعوض باي فاليو ما عدا الزيرو. طيب الفانكشن دي امتى الدينومينيتور عندي هيكوال زيرو؟ لما الاكس ايكوال 1 او الاكس ايكوال نيجاتيف 4، وبالتالي من حقي اعوض باي فاليو في هذه الفانكشن ما عدا ال 1 والنيجاتيف 4. يبقى احنا لما حجينا المساله دي ويطلب مني ان انا اجيب الدومين، اول حاجه لازم نجيبها لازم نجيب الزيروز بتاعت الدينومينيتور. ده هنجيبه بليسون 1 زي ما عملنا في ليسون 1 بالظبط. والجديد هنا هنقول ان الدومين هيكوال زي الار ديفرنس الايه؟ مجموعه الزيروز ديت. تعالوا مع بعضينا نشوف اكزامبل 1 ونشوف المسائل هنحل عليها ازاي. بيقول لي هنا determine the domain of each of the following algebraic fractional function that are defined by the following rules، اللي بتعرفها بالرولز ديت. وبعد كده find n of 0 n of negative 1 n of 2، يعني في كل المسائل دي هنعوض بعد كده مره بالزيرو مره بنيجاتيف 1 مره ب 2 ونشوف هتطلع ايه. اول حاجه نعملها ايه؟ نجيب الزيروز بتاعت الدينومينيتور. يبقى هنا let x باور 3 ماينس 8 ايكوالز ايه؟ ايكوالز 0. يبقى على طول زين x باور 3 هت ايكوالز 8، يعني ال x باور 3 هت ايكوالز 2 باور 3. يبقى على طول ال x عندي ايكوالز كام؟ ايكوالز 2. يبقى الزيروز عندي بتاع الفانكشن اللي اسمها n ايكوالز كام؟ ايكوالز 2. يبقى الدومين عندي بتاع الفانكشن n، يبقى الدومين عباره عن ال r ديفرنس الايه؟ ال 2. اي فاليو ممكن اخدها ما عدا ال 2. طب طالبين ايه؟ طالبين n اوف 0، n اوف نيجاتيف 1، n اوف 2. n اوف 0 عندي هنشيل كل x ونحط 0، هيبقى عندي 5 ديفايدد نيجاتيف 8، وعندي n اوف نيجاتيف 1 هت ايكوالز معايا نيجاتيف 1 بلس ال 5 ديفايدد نيجاتيف 1 كيوب دي ماينس ال 8 اللي هي هنا 4، وعندي نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 9. نيجي بقى نجيب ان اوف ايه؟ ان اوف 2. هو طالب مني هنا اهو بيقول لي هات ان اوف 2، واحنا طلعنا ان الدومين بتاع الفانكشن دي اي فاليو ما عدا 2، يعني ما ينفعش اصلا ال 2 تخش هنا. يبقى على طول هنقول ان ال ان اوف 2 از اندفايند.
تعالوا نشوف اللي بعد كده. let x باور 3 ماينس 4 x سكويرد ماينس 12 x ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. في عندي x common، ده معناه هنا ان ال x هنا x سكويرد ماينس 4x ماينس 12 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. دي ليها فك عندي اللي هي ايه؟ 8 تايمز 8 دي x والديفرنس 4 2 تايمز 6، يبقى هنا ستيل عندي x تايمز نفتح التو براكتس x وx، واحده بلس واحده ماينس، هنحط هنا 2 ونحط هنا 6 عشان عندي جريتر نمبر مع الساين بتاعت الميدل تيرم ايكوالز ايكوالز 0. يبقى زين الاكس عندي ايكوالز 0 اور الاكس بلس 2 ايكوالز 0 اور الاكس ماينس 6 ايكوالز 0. يبقى مين هي الزيروز بتاعت الفانكشن دي؟ يبقى الزد اوف ان، الزيروز بتاعت الان عباره عن الزيرو يجي لي من هنا نيجاتيف 2 يجي لي من هنا الايه؟ ال 6. ومن هنا لازم اقول على طول ان الدومين زين ذا دومين of الفانكشن اللي اسمها n of x is r، لازم ابدا بr كل الريل نمبرز ما عدا مين؟ ما عدا مجموعه الفاليوز دي ديفرنس الزيروز بتاعت الفانكشن اللي هي 0 ونيجاتيف 2 اند ايه؟ اند 6. هو طالب بعد كده ان احنا نجيب ال n of 0 وال n of نيجاتيف 1 وال n of ايه؟ of 2. لما نيجي نجيب ال n of 0 نلاقيها اصلا مش موجوده معايا في القيم اللي انا ممكن اخدها، لان الدومين عباره عن الار ديفرنس الايه الفاليوز ديت. يبقى الان اوف 0 على طول از undefined، مش متعرفه معايا ما اقدرش اخدها. تمام، هسيبكم انتوا بقى تجيبوا ان اوف نيجاتيف 1 وان اوف ايه ان اوف 2 تعويض مباشر. يلا اللي بعد كده نلاحظ الاتي بقى. نلاحظ ان انا عندي هنا كونستانت فانكشن هنا ديفايدد 3، هل ممكن ال 3 دي بأي حال من الأحوال تاخد 0؟ مستحيل. يبقى أنا طالما جالي في الدينومينيتور كونستانت فانكشن على طول هنقول ذا دومين اوف ذيس فانكشن از ار، على طول من حقي أعوض بأي نمبر في الإيه؟ في الإيكويشن دي. يبقى الـ n اوف 0 هتديني فاليو اللي هي إيه؟ 0 بلس 1 ديفايد 3 اللي هي 1 اوفر 3، والان اوف نيجاتيف 1 لازم هتديني فاليو اللي هي نيجاتيف 1 سكويرد بلس 1 ديفايد 3 اللي هي 2 اوفر 3، والان اوف 2 برضو لازم تديني فاليو اللي هي 2 سكويرد 4 بلس 1 ديفايد 3 اللي هي كام؟ اللي هي 5 اوفر ايه؟ اوفر 3. يلا اللي بعد كده، اول حاجه نجيب الزيروز بتاعت الدينومينيتور. نركز بقى في دي. let x squared plus 1 equals 0، ده معناه ان ال x squared equal negative 1، يعني ال x عندي هت equals positive negative root ال negative 1. وفي هذه الحالة كنا بنقول ان الزيروز عندي بتاعت الفانكشن اللي اسمها n دي equals ايه؟ equals 5. يعني ايه equals 5؟ يعني ملهاش زيروز، وطالما ملهاش زيروز يبقى الدومين بتاعها equals ايه؟ equals r، لان انا الدومين كان عندي كان ار ديفرنس الزيروز بتاعت الدينومينيتور. طب الدينومينيتور اصلا مالوش زيروز، لان لو ناخد بالنا هنلاقي ان البولينوميال دي دايما هتطلع بوزيتيف فاليو. يبقى هنا الدومين هيكوال ايه؟ يبقى زين ذا دومين اوف ذيس فانكشن از ار. اوكي، يبقى انا عندي تو فانكشنز مهمين قوي ناخد بالنا منهم، دايما بيطلع الدومين بتاعهم بار اللي هي الفانكشن اللي فيها الدينومينيتور عندي بكونستانت فانكشن او كونستانت نمبر زي 3 او سو اي نمبر عندي، والفانكشن الثانيه اللي يجي لي الدينومينيتور بتاعها سام بتوين تو سكويرز. تعالوا نشوف اكزامبل 2 ونتعرض لفكره ثانيه برضك بتيجي كتير في المسائل دي. يقول لي اف ذا فانكشن ان مديهاني اهي، وبيقول لي الدومين اوف ان، الدومين بتاع الفانكشن دي عباره عن الار ديفرنس 5، find the value of a، اديني قيمه الاي والاي بت بلونجز تو ار. حل المساله دي بيعتمد على فهمك لكلمه ان الدومين ايكوالز ار ديفرنس 5. الدومين بيديني كل الفاليوز اللي اقدر احطها هنا ما عدا الفاليو اللي تخلي ده بزيرو. يبقى انا فهمت من وجود ال5 دي هنا، 5 هي الاليمنت الوحيد اللي هيخلي لي ده بزيرو.
يبقى نبدأ حل المسألة دي ازاي؟ نقول كده since الدومين is or difference ال 5 يبقى then x squared minus ax plus 25 equal at x equals a equals 5. تمام؟ نعوض نشيل كل x ونحط 5 يبقى then 5 squared minus a times 5 plus 25 equals 0. 25 و 25 50 يبقى نوديها الناحية التانية negative 50 يبقى negative 5a equals negative 50. ده معناه ان ال a equals negative 50 divided negative 5 which is 10. والفكرة دي برضو من الأفكار اللي بتتكرر في المسائل كتير. طيب لما نحب بقى نعرف دلوقتي الزيروز بتاعت ال n of x كلها اللي جيالي على هيئة فراكشن، نجيب الزيروز بتاعتها ازاي؟ هنا نجيب الزيروز عن طريق النيوميريتور، يعني الفاليو بقى اللي تخلي الفانكشن بزيرو زي ليسون 1 هتيجي منين؟ هتيجي من فوق. يعني في المسألة اللي زي دي مين اللي يخلي الفانكشن دي بزيرو؟ لما الاكس ايكوال نيجاتيف 2، يعني الزيروز اوف ان في هذه الحالة ايكوالز نيجاتيف 2. طب هل ده وبس؟ لا، ناخد بالنا من حاجة بقى. أنا عندي الدينومينيتور ساعات بيطلع لي فاليوز معرفش آخدها. هذه الفاليوز ما أقدرش آخدها في حساباتي مع الزيروز. يبقى وأنا بجيب الزيروز بتاعت الـ n ناخد بالنا نإكسكلود منها الزيروز بتاعت الدومين. يعني السيت أوف زيروز بتاعت الألجبرايك فراكشنال فانكشن عبارة عن الزيروز بتاعت النيوميريتور ونشيل منها الزيروز بتاعت الدينومينيتور. ليه بشيل ده؟ لأن أنا أصلاً ما أقدرش آخده. ما أقدرش أقول إن هو أصلاً زيرو. طيب هنفهم الكلام ده على الاكزامبل. انا عندي الفانكشن دي الان اوف اكس دي، الزيروز عندي بتاعت النيوميريتور عباره عن ايه؟ عباره عن 0 ونيجاتيف 3، صح ولا لا؟ لان هي دي الفاليوز اللي تخلي النيوميريتور بزيرو. طب وهنا مين الزيروز بتاعت الدينومينيتور؟ ال 3 والنيجاتيف 3. هنا لما نيجي نعرف الزيروز بتاعت الفراكشنال فانكشن از اهول ما اقدرش اخد النيجاتيف 3 معايا. ليه؟ لان هو اصلا مش متاح ليا ان ناخده. امال يبقى مين هو الزيرو بقى بتاع الفانكشن دي؟ اللي هو جاست الزيرو اونلي، يعني السيت اوف زيروز بتاعت النيوميريتور ماينس السيت اوف زيروز اوف الدينومينيتور. تمام، الزيرو وال3 نعمل ديفرنس، ده اللي موجود هنا ومش موجود هنا. طبعا الزيرو هيبقى هو الاونلي ايه؟ الاونلي زيرو. طب نيجي اللي بعد كده برضو عشان نفهم منها اكتر. انا عندي مين هي الزيروز بتاعت النيوميريتور؟ الزيروز بتاعت النيوميريتور نيجاتيف 2. طب مين هي الزيروز من تحت؟ عندي لما الاكس عندي ايكوالز 1 ولما الاكس ايكوالز كام؟ ايكوالز نيجاتيف 2. يبقى الزيرو الوحيد لهذه الفانكشن هيجي لي لما الاكس ايكوالز نيجاتيف 2. طب هل ينفع اصلا اخد نيجاتيف 2؟ لا ما ينفعش. يبقى الفانكشن دي اصلا مالهاش زيروز، مفيش فاليو اقدر ادخلها للاكس تديني زيرو، لان انا اصلا ممنوع اخد النيجاتيف 2، وبالتالي الزيروز عندي از ايه؟ از 5. يبقى ملخص للكلام ده عشان نجيب الزيروز للالجبرايك فراكشنال فانكشن، هنجيب الزيروز بتاعت البولينوميال اللي في النيوميريتور ونشيل منها الزيروز بتاعت الدينوميريتور. يلا نشوف مسائل التراي. Determine the domain of each of the following algebraic fractional functions. طالما بيقول لي هات الدومين يبقى هنشتغل على الدينوميريتور. يبقى let x squared minus 25 equals 0. يعني ال x عندي minus ال 5 times ال x plus ال 5 equals 0. يبقى يا اما الاكس عندي هت ايكوالز 5 اور الاكس عندي هت ايكوالز نيجاتيف 5. واللي يجي من اللقطه دي على طول يقول كده اكس سكويرد ايكوالز 25، يعني الاكس عندي ايكوالز بوزيتيف نيجاتيف روت 25 which is بوزيتيف نيجاتيف 5، برضو صح مفيش مشكله. يبقى انا عندي دلوقتي الزيروز بتاعت البولينوميال دي عباره عن 5 ونيجاتيف 5، يبقى زين ذا دومين of الفانكشن اللي اسمها f of x is or difference mean ال 5 والنيجاتيف 5، كل الفاليوز ما عدا التو فاليوز دول. طيب اللي بعديها عايز الدومين برضو هنا، يبقى let x squared minus 2x minus 8 equals 0. ولا ببص للنيوميريتور خالص ولا اكني شايفه، ان انا شغال على الدومين. 8 times 8 اديني 8 والديفرنس 2، 4 times 2 يعني x minus 4 times x plus 2 equals 0. من هنا عندي x هت equals 4 or x هت equals negative 2. يبقى ممنوع ال 2 values دول يخشوا لي اصلا على المساله،
ما ينفعش اصلا يخشوا فيها. يبقى الدومين عندي ايكوال ايه؟ يبقى ذا دومين اوف ار اوف اكس، هي اسمها ار اوف اكس ايكوال زي ار كل الفاليوز ما عدا التو فاليوز اللي بيخلوا الايه الدينومينيتور بايه؟ بزيرو. اللي بعد كده بيقول لي الدومين للفانكشن كذا، هات لي الفاليو بتاعت الايه. ده معناه ان اي فاليو من الاثنين دول هتخلي لي الدينومينيتور بزيرو. يبقى سنس ان الدومين از ار ديفرنس الفور ونيجاتيف فور، ناخد اي واحده من دول ونعوض. زين ات اكس ايكوالز الفور، الاكس سكويرد ماينس الايه هت ايكوالز زيرو، لان عند التو فاليوز دول الدينومينيتور عندي بكام؟ بزيرو. يبقى هنا هنعوض بقى، يبقى زين نشيل الاكس ونحط مكانها الفور، يبقى الفور سكويرد ماينس الاي ايكوالز زيرو. ده معناه ان الاي عندي ايكوالز كام؟ ايكوالز 16. يلا اللي بعديها بيقول لي كومبليت اف ذا فانكشن ان ايكوالز كذا. يبقى الزيروز اوف الان ايكوال ايه؟ ناخد بالنا، طالب الزيروز القيم اللي تخلي الفانكشن دي كلها بزيرو، هل اروح على طول اجيب الزيروز بتاعه النيوميريتور ويبقى هو ده الزيروز بتاعه الفانكشن؟ لا، لازم نجيب الدومين، لان الدومين ممكن يطلع عندي فيه قيم انا اصلا ما اعرفش اخدها. يبقى فيرست وي ماست فايند ذا دومين. يبقى اي مساله هخش فيها عشان نجيب الزيروز ما تروحليش على النيوميريتور، لا لازم تجيب الدومين الاول، عشان ممكن الدومين يعرفك ان في بعض الفاليوز في الزيروز بتاعت النيوميريتور ما ينفعش تاخدها. يلا نجيب الدومين هنا، let x squared minus 25 equals 0، يعني ال x squared equal 25، ده معناه x equal positive negative root 25، يعني ال x equals positive negative الايه؟ ال 5. يبقى الدومين عندي عبارة عن ايه؟ زين الدومين is r difference ال 5 والنيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 5. ما ينفعش اخدهم اصلا معايا. طب يلا نجيب الزيروز بتاعت النيومريتور. let x power 3 minus 5 x squared equal 0، ناخد x squared common، وعندي هنا x minus كام؟ x minus 5 equals كام؟ equals 0. من هنا هنلاقي ان الاكس عندي ايكوال 0 اور الاكس ايكوالز كام؟ ايكوالز 5. النيوميريتور بيقول لي لو حطينا الاكس ب 0 او حطينا الاكس ب 5 كل الفانكشن دي هتبقى ب 0. الدينوميريتور بيقول لي انت ما ينفعش تاخد ال 5 والنيجاتيف 5 وتعوض بيهم في هذه المساله. يبقى انا ال 5 عندي اللي طلعت لي في النيوميريتور دي، الزيروز بتاعت النيوميريتور ما ينفعش اصلا اخدها. اوكي، يبقى بالتالي الزيروز عندي بتاعت الفانكشن اللي اسمها ان ديت هت ايكوالز ايه؟ اونلي زيرو، اللي هو الزيرو ده بس، لان الفايف ما ينفعش اخدها. تعالوا مع بعضينا نشوف اخر جزئيه في الليسون اللي هي الكومن دومين اوف تو الجبرايك فراكشنز. طبعا واضح من الكلمه ان دي حاجه مشتركه ما بين حاجتين كومن. طب كومن ايه؟ كومن دومين يعني لو انا عندي فانكشن اسمها ان 1 اوف اكس وفانكشن اسمها n2 of x، الفانكشن دي ليها دومين والفانكشن دي ليها دومين، مين هو الدومين المشترك للاثنين دول؟ طيب انا هجيب الكومن دومين ليه؟ طب ما دي ليها دومين ودي ليها دومين، ليه بقى لازم اجيب الكومن دومين؟ لان بعد كده ان شاء الله في الليسونز اللي جايه هيحصل ان احنا هنعمل اوبريشنز على الفانكشنز دي، يعني هقول مثلا الفانكشن دي بلس الفانكشن دي والفانكشن دي تايمز دي ودي ديفايد دي. في درس كامل عندنا اسمه الاوبريشنز اون ذا الجبرايك فراكشنز، عشان كده بنحتاج الكومن دومين. طيب بنجيبه ازاي الكومن دومين ده؟ الكومن دومين عباره عن دي 1 انترسكشن الدي 2، يعني الدومين ده اعمل له انترسكشن مع الدومين ده، مين هو الفاليوز المشتركه اللي يحق ليا ان انا اعوض بيها هنا وهنا ات ذا سيم تايم. بكل بساطه بنقول ان هو هيبقى ار ديفرنس الفاليوز دي يونيون الفاليوز دي، يعني الفانكشن دي لو طلعت الدومين بتاعها ار ديفرنس ال2 ودي ار ديفرنس ال1 والنيجاتيف 1، يبقى الكومن دومين ار ديفرنس هنحط ال2 هنحط ال1 هنحط النيجاتيف 1. مفيش طبعا اسهل من ايه؟ اسهل من كده.
يلا مع بعضينا نشوف example 3. بيقول لي find the common domain of each of the following. يلا نجيب D1 وبعد كده نجيب D2. D1 اللي هو بتاع N1. عشان اجيب D1 محتاج اجيب الزيروز بتاعت الدينومينيتور. يبقى هنا let x squared minus 9 equals 0. ده معناه ان x squared equal 9. يعني الx عندي equal positive negative root 9 which is positive negative 3. وبالتالي ال D1 عندي is r difference 3 والنيجاتيف 3. هم دول التو فاليوز اللي ما ينفعش اعوض بيهم هنا. طيب عايزين نجيب الدومين بتاع ال N2. يبقى نجيب الزيروز الاول بتاعت البولينوميال اللي موجوده في الدينومينيتور. let x squared minus 5x plus 6 equals 0. a by a يديني 6 والسم يديني 5. 1 times 6 يديني 6 والسم 7. يبقى اكيد 2 times 3. يبقى انا هنا كده هقول x minus 2 times x minus 3 equals 0. يبقى then x minus 2 equals 0 or x minus 3 equals 0. هنا x عندي هت equal 2. هنا x عندي هت equals كام؟ 3. وبالتالي ال D2 عندي is a الدومين بتاع الفانكشن التانية هيكون r difference. difference مين؟ الزيروز بتاعت الايه؟ الدينومينيتور ده اللي هي 2 و3. يبقى 2 and ايه؟ and 3. يتبقى ليا الجزئية بتاعت الكومن دومين. مين هو الكومن دومين بقى؟ هيبقى r difference. نحط ده ونحط ده مع بعضيهم في نفس الايه؟ نفس السيت. يبقى then the common domain is r difference. حط واحدة كاملة 3 ونيجاتيف 3 ونضيف من هنا اللي مش موجود هنا التون نحطها. نيجي نحط السري ما ينفعش عشان اوريدي موجوده لان احنا ما بنكررش الاليمنت في الايه؟ في السيت. يبقى نقفل على كده. هو ده الكومن دومين. يبقى انا التو فانكشنز دول لو دخلوا مع بعض في اوبريشن يعني سام دي بلس دي دي تايمز دي دي ديفايد دي ما ينفعش اتعامل مع الدومين بتاع فانكشن لوحدها. ما ينفعش احدد الفاليوز اللي هتشترك معايا في هذه الاوبريشن عن طريق دومين واحد بس. لازم احدد هذه الفاليوز اللي هتخش عندي as a first projection او as x من الكومن دومين. طيب يلا اللي بعد كده. عايز الكومن دومين لل 3 functions دول. يعني ايه؟ هقولها تاني. يعني 3 functions دول لما يخشوا في الاوبريشنز دي مش اي فاليو مسموح لي اعوض بيها. لازم اعوض بفاليوز تطلع من الكومن دومين فقط. طب يلا هنا. دي سهلة طبعا. دي 1 هيكوالز ايه؟ r minus ايه؟ هنا هيجي لي منه نيجاتيف 1. دي سهلة. طيب بالنسبة لهنا let x power 3 minus 1 equals 0. ده معناها ان ال x cubed equal 1. من هنا على طول ال x equals the third root لل 1 which is the 1. وبالتالي ال 1 هو ال value اللي تخلي الدينومينيتور ده ب 0. يبقى then ال d2 اللي هو بتاع ال n2 الدومين بتاع ال n2 is او equals r minus mean minus ال 1 او difference ال 1. يعني r except ال 1 اي value ما عدا ال 1 من حق اعوض بيها هنا. طيب نيجي نشوف الدومين بتاع ده. ناخد الايه؟ البولينوميال اللي في الدينومينيتور. let x squared minus 3x plus 2 equals 0. سهله اللي هي x minus 2 و x minus ال 1 equals 0. يبقى يا اما ده ب 0 يا اما ده ب 0. يبقى زين الاكس عندي هت equals 2 or الاكس عندي هت equals ايه؟ 1. يبقى زين ال d3 او الدومين بتاع الفانكشن اللي هي n3 is r difference mean difference ال 2 ومين؟ وال 1. يتبقى ليا الكومن دومين او الدومين المشترك. يبقى زين the common domain is r difference. difference مين؟ نلم كل دول هنا بدون ترتيب. ادي نيجاتيف 1 عندي هنا 1 عندي من هنا 2 وال 1 ما خدوش عشان ايه؟ موجود قبل كده. يلا نشوف مسائل التراي. بيقول لي عايز الكومن دينومينيتور اوف ايتش اوف ذا فولوينج. يلا نجيب الدومين هنا طبعا سهله. ال دي 1 از r difference على طول ال 5 لان انا عندي هنا x minus 5 equals 0. النيجاتيف 5 تروح هناك بالبوزيتيف 5 يعني الاكس لما تبقى ب 5 الدينومينيتور ب 0. طب بالنسبه لهنا let x squared minus 6x plus 5 equals 0. سهله x minus 5
times x minus ال1 equals 0. يبقى then x minus ال5 equals 0 or x minus 1 equals 0. يعني ال x equals 5 or ال x equals 1. يبقى ال d2 is r difference ال5 وال a وال1. يلا نجيب ال common domain. يبقى then the common domain is r difference. حط ده ونحط الاثنين دول، حط 5، نيجي نحط هنا 5 ما ناخدهاش عشان خدناها قبل كده، يبقى 5 وايه و1. يلا اللي بعد كده، هنا عشان نجيب الزيروز اللي هنا let 5x equals 0. يلا ندفايد 5، يعني الx عندي equals still 0. يبقى d1 equals r difference الـ a is 0. طب بالنسبة لهنا let x squared minus 2x equals 0، ناخد x common، يبقى عندي x minus 2 equals 0. يبقى then ال x equals 0 or x minus 2 equals 0، يعني ال x equals 0 or x equals 2. يبقى d2 أو ال domain of the function n2 is ال r difference ال 0 و 2. يلا نجيب ال third domain. هو هنا الفانكشن عندي x squared minus 4. يبقى let x squared minus 4 equals 0. عايزين تاخدوها two brackets اوكي، عايزين تقولوا x squared equal 4، يعني ال x equals positive negative root 4 اللي هي positive negative 2، برضو شغالة فيش مشكلة. يبقى d3 عندي هنا is a r difference 2 و negative 2. يلا نكتب common domain. يبقى the common domain is r difference. نحط يلا الفاليوز دي كلها، عندي الزيرو هنا، عندي هنا التو، طبعا ما اخدش الزيرو ده عشان خدته قبل كده، وما اخدش التو دي عشان موجوده هنا خدناها مره، ونيجاتيف ايه ونيجاتيف 2. زي ما انتم شايفين ده سهل جدا، ما فيش فيه اي مشاكل خالص. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك لصفحتنا على فيسبوك، ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. يلا مع بعضينا نشوف الاكسرسايزز اللي على الليسون. We'll determine the domain of each of the algebraic fractional functions which are defined by the following rules. واحنا بنحدد الدومين ملناش دعوة خالص بالبولينوميال بتاعة النيومريتور، بنركز دايما على الدينومينيتور. طبعا دي سهلة وممكن تتحل بمجرد النظر، يعني مش لازم اقول طبعا let x minus 2 equals 0 then x equals كام equals 2، ممكن اشتغل على طول. يعني هنا الدومين is r difference الـ a الـ 2. يلا هنا الـ x plus 2 equals 0، يعني الـ x equals negative 2. يبقى الدومين is r difference الـ negative 2. اللي بعديها هنا 4، الـ 4 دي بأي حال من الأحوال مستحيل تاخد 0، لان مفيش عندي فاريبل اكس هنا ممكن ياخد 0. يبقى الدومين على طول عندي هنا از ايه از ار. طيب اللي بعد كده اكس في الدينومينيتور، يبقى الحاله الوحيده اللي تاخد فيها 0 لما تكون الاكس بزيرو. يبقى زين الدومين عندي للفانكشن اللي اسمها ان از ار ديفرنس الايه الزيرو. طيب هنا 2 اكس، ما هو 2 اكس برضو ايكوالز 0، معناها ان الاكس ايكوالز 0، لان انا عندي 2 هتيجي هنا بالديفيجن، يعني الـ x equals 0 divided 2 اللي هي equals برضو ايه 0. يبقى انا عندي the domain of n of x is r difference is 0. المسألة اللي بعد كده هناخد الـ x common، يبقى then الـ x عندي equals 0 or x minus 1 equals 0، يعني ال x equals 0 or ال x equals 1. يبقى على طول الدومين of the function اللي هي n of x is or except او difference is 0 وال a وال 1. يلا هنا نفس الكلام let
اكس سكويرد ماينس 16 ايكوالز 0. يا اما نعملها اكس ماينس 4 اكس بلس 4 ايكوالز 0 ومنها اكس عندي ايكوالز 4 اور اكس عندي ايكوالز نيجاتيف 4، يا اما نعملها كده الاكس سكويرد ايكوالز 16 يعني الاكس ايكوال بوزيتيف نيجاتيف روت 16 اللي هي بوزيتيف نيجاتيف ايه 4. دي او دي الاثنين شغالين. يبقى الدومين عندي هنا يبقى دي از هيبقى ار ديفرنس او اكسبت الايه التو فاليوز دول 4 ونيجاتيف 4، يعني اي فاليو ممكن اعوض بيها هنا للاكس ما عدا التو فاليوز دول، اي فاليوز من الار اكسبت التو فاليوز دول. اللي بعد كده احنا اتفقنا ان اكس سكويرد بلس خلاص دي مفيش احتماليه ابدا اللي يطلع لي هنا زيرو، لان سواء الاكس خدت بوزيتيف فاليو او نيجاتيف فاليو هي هتطلع بوزيتيف فاليو. والدليل على كده ان الاكس سكويرد بلس ال1 ايكوال زيرو لما اجي احلها ده يروح عندي بنيجاتيف 1، يعني الاكس سكويرد ايكوال نيجاتيف 1، وهنا هتجي لي الصوره المشهوره ان الاكس عندي ايكوالز بوزيتيف نيجاتيف روت نيجاتيف 1، وروت النيجاتيف 1 دازنت بيلونج لمين؟ للار. وبالتالي الست اوف زيروز فور اكس سكويرد بلس ال1 از ايه؟ از 4. وطالما ما عنديش فاليو تدي زيرو يبقى كل الريل نمبر شغال معايا، يبقى زين الدومين از 4. اللي بعديها let x squared plus 25x equals 0، ناخد x common من عندي x يبقى هنا x squared plus 25 equals 0، يبقى زين x عندي equals 0 or x squared plus 25 equals 0. طبعا ده مالوش زيرو، يبقى الزيرو الوحيد هيجي لي من هنا، يبقى زين الدومين عندي هت equals ال r except الزيرو اللي هيجي لي من هنا. اللي بعديها هنا let x squared minus x minus 6 equals 0، هنا 2 times 3 هيبقى x minus 3 x plus 2 equals 0، يعني الـ x عندي هت equals 3 or الـ x عندي هت equals negative 2. يبقى الدومين is الـ r difference 3 و negative 2. اللي بعديها هنقول let 8x power 3 plus 8 equals 0 and divide over 8 يعني الـ x cubed plus 1 equals 0، يعني x cubed equals كام؟ negative 1. ده معناه ان الـ x عندي هت equals الثيرد روت لنيجاتيف 1 اللي هو نيجاتيف 1. يبقى الدومين عندي is r except النيجاتيف 1. اللي بعد كده هنقول let x power 4 minus 81 equals a equals 0 difference between two squares، تديني x squared minus 9 وهنا x squared plus mean 9 equals 0. طبعا دي كده كده sum between two squares ملهاش اي zeros، يبقى هتعامل مع دي بس نفكها تاني، تديني x minus 3 times x plus 3 equals 0. يبقى then ال x minus 3 equals 0 or ال x plus 3 equals 0. من هنا ال x عندي equals 3، من هنا ال x equals negative 3، وبالتالي هم دول التو زيروز اللي هيخلوا البولينوميال اللي في الدينومينيتور بايه؟ بزيرو، وبالتالي لازم اعملهم excluding، لازم اشيلهم من الايه؟ الدومين. يبقى الدومين عندي is r except التو فاليوز اللي هم 3 ونيجاتيف 3. اللي بعديها واضح ان هي مش مترتبه، يلا نرتبها. يبقى انا عندي نيجاتيف x باور 3 بلس 4x سكويرد ماينس 4x ايكوالز 0. يلا ناخد نيجاتيف x كومون، يبقى نيجاتيف x يبقى عندي هنا x سكويرد ماينس 4x بلس الايه؟ بلس ال 4، لان لما اخد من هنا النيجاتيف اكس يبقى عندي بلس ال 4. طيب ايكوال 0. طيب هنا ايه تايمز ايه يديني 4 والسم يديني 4 2 تايمز 2. يبقى عندي دي هت ايكوالز معايا نيجاتيف اكس اكس ماينس 2 اكس ماينس 2 ايكوال ايكوال 0. يبقى زين يا اما اكس عندي هت ايكوال 0 اللي هو ده، يا اما اكس ماينس 2 ايكوال 0، من هنا هيطلع لي الاكس ايكوال 2. يبقى التو فاليوز اللي انا لازم استبعدهم من الدومين بتاعي عباره عن الزيرو والتو، وبالتالي يبقى ذا دومين اوف الفانكشن اللي اسمها n of x is الار ديفرنس
الزيرو والتو. يلا اللي بعد كده. A times A يديني 5 والسم يديني 3. طبعا مش هتيجي خالص، يبقى على طول نختبر الديسكريمينانت بتاع الايه البولينوميال دي. الاي عندي ايكوالز كام؟ ايكوالز 1. البي عندي ايكوالز نيجاتيف 3. السي عندي ايكوالز 5. يلا نجيب البي سكويرد ماينس ال 4 اي سي. البي سكويرد اللي هي بكام؟ نيجاتيف 3 سكويرد ماينس 4 تايمز 1 تايمز ال 5 اللي هي 9 ماينس 20 اللي هي نيجاتيف 11. وسينس ان روت النيجاتيف 11 doesn't belongs to الار، يعني معنى كده ان البولينوميال دي ملهاش اي زيروز. يعني ايه؟ ذا سيت، يبقى هنا زين ذا سيت اوف زيروز 4x squared minus 3x plus L5 is A is 5. وطالما ملهاش زيروز يبقى زين ذا دومين of الفانكشن دي كلها بقى n of x is A كل الريل نمبرز. يبقى انا من حق اختار اي فاليو للاكس في اي حته في الريل نمبر واعمل سبستيوشن بيها في الايه في الفانكشن. يلا اللي بعد كده بيقول لي find the common domain of the following algebraic functions. المساله دي طبعا كلها سهله، بجيب الدومين هنا والدومين هنا وبقول بعد كده ان الكومون دومين بيكوالز الار ماينس الزيروز كلها. بالنسبه لاول فانكشن عندي هنا الدي 1 عندي على طول از ايه از ار. ليه ار؟ عشان عندي هنا كونستانت فانكشن اللي هي 3. وبالنسبه للفانكشن دي الدينومينيتور فيه اكس، يعني الفاليو الوحيده اللي تديني 0 لما الاكس ب 0. يبقى الدي 2 از ار ديفرنس الايه ديفرنس الزيرو. يبقى ذا كومن دومين از ار اكسبت الزيرو اللي هو ده، لان هي طبعا دي لوحدها ايه بار. يلا اللي بعديها اول فانكشن دي هنقول ليت اكس بلس ال5 ايكوالز 0. يبقى عندي الاكس ايكوالز كام؟ نيجاتيف ال5. يبقى على طول زين الدي 1 ايكوالز ار اكسبت النيجاتيف 5. طيب وبالنسبه للثانيه ليت اكس ماينس 7 ايكوالز 0. ده معناه ان الاكس ايكوالز كام؟ ايكوالز 7. يبقى زين الD2 equals الR minus الايه ال7 او except ال7. يبقى انا عندي the common domain is هيبقى R difference، ناخد المجموعة دي بقى negative 5 وناخد معاها الايه ال7. المسألة اللي بعد كده اول function عندي الD1 بتاعها هي equals الR difference مين؟ هنا ال2. يبقى difference ال2. وبالنسبة لهنا the difference between two squares هيديني x minus 3 times x plus 3 equals 0. يعني اما ال x عندي هت equals 3 يا اما ال x عندي هت equals negative 3. وبالتالي ال domain بتاع ال function دي هي equals معايا ال r كله difference ال 3 وال a وال negative 3. يبقى ال common domain عندي ايه؟ هيبقى ال r difference ال 2 وال 3 وال negative 3. يبقى زين the common domain is R difference ال2 وال3 والنيجاتيف ال3. اللي بعديها يلا اول واحدة عندي هنا x squared minus 4 لت x squared minus ال4 equals 0. يعني ال x squared equals ال4، يعني ال x عندي equal positive negative root ال4 اللي هي positive negative 2. طيب هنا بالنسبة لدي let 2 minus x equals 0. نودي ال x هنا يبقى ال x عندي هت equals 2 على طول. يبقى أول واحدة عندي دي كده ال d بتاعها is ال r difference مين؟ ال 2 وال negative 2. والتانية عندي اللي هي دي الدومين بتاعها اللي هو d 2 is r difference مين؟ difference ال 2. يبقى ال common domain يبقى زين the common domain is هيبقى r difference ال2 والنيجاتيف 2. طبعا ده ما بيتكررش. اللي بعديها بالنسبه لدي بلاش نحلها difference between two cubes عشان هتطول معانا، ناخدها على طول x power 3 equals 27. يعني الاكس عندي هت equals الثيرد روت
27 which is ال 3 يبقى الدومين عندي هنا ال D2 بتاع عشان دي تاني واحدة equals ال R except ال 3. طيب بالنسبة لهنا ناخد ال X common factor يبقى X وعندي هنا X squared minus 9 يبقى ال X طبعا equals 0 يبقى ال X times X minus 3 X plus 3 equals 0 يبقى الدومين اللي هيجي لي من هنا اللي هو ال D1 هي equal ال R except ال 0 وال 3 والنيجاتيف 3 دي موجودة هنا يبقى ممكن اعتبر ده الكومن دومين يبقى زين الكومن دومين is or except 0 3 negative 3 اللي بعديها احنا لسه مطلعين دي فوق كان اللي هو ال D2 هي equals ال R difference ال 0 وال 3 ونيجاتيف 3 بالنسبة ل D لما يكون ال x squared minus ال 5x plus ال 6 equals 0 يبقى عندي 2 times 3 equals 6 والسم 5 x minus 2 x minus 3 equals 0 يبقى زين ال x عندي هت equals 2 or ال x عندي هت equals 3 يعني ال g1 باعتبار ان هي اول واحدة يعني is ال r except ال 2 وال 3 يبقى ال common domain is ال R difference هناخد واحدة نكتبها كلها 0 و 3 و negative 3 ونكتب هنا اللي مش موجود هنا اللي هو مين ال 2 يلا اللي بعديها let x squared minus 4 equals 0 طبعا حفظنا الكلام ده يعني x squared equals 4 يعني ال x عندي هت equal positive negative root 4 اللي هي positive negative 2 يبقى ال D1 عندي is R except ال A ال 2 و negative 2 وبالنسبة لهنا let x squared plus 4x plus ال 4 equals 0 A times A يديني 4 والسم يديني 4 2 times 2 يعني ده معناه x plus 2 times x plus 2 equals 0 يعني ال x equals negative 2 or ال x equals negative 2 هناخد طبعا واحدة منهم يعني ال D عندي ال D2 is R except ال نيجاتيف 2 يبقى الكومن دومين عندي is real numbers كلها except ال 2 ونيجاتيف ال 2 المسألة اللي بعد كده انا ممكن اجيب الكومن دومين هنا بمجرد النظر احنا عارفين ده sum of two squares ملوش اي zeros يبقى انا عندي the common domain is هيبقى r difference اللي هيجي لي من هنا نيجاتيف 4 واللي هيجي لي من هنا 3 طيب بالنسبه للي بعديها اولا ده ملوش زيروز يبقى الدومين بتاعه r يبقى ده طلع بره الموضوع خالص وبالنسبه لهنا هيجي لي x equals 3 ونيجاتيف 3 يعني ال d1 عندي is a is r ال d2 عندي is r difference ال 3 ونيجاتيف 3 طيب ال d3 بالنسبه لهنا let x squared minus 3x equals 0 ناخد ال x common يبقى عندي x minus 3 equals 0 يبقى هنا يا اما ال x equals 0 or ال x equals كام equals 3 يعني الدومين هنا equals ال r difference ال 0 كام وال 3 يبقى ال common domain is هيبقى ال r difference مين نلم بقى كل دول هنا عندي 3 وعندي نيجاتيف 3 وناخد من هنا بس 0 عشان مش موجود هنا وما اخدش 3 عشان متكرره هنا يلا اللي بعديها بالنسبه لدي الاكس سكويرد ماينس ال 5x بلس ال 6 ايكوال 0 دي معناها اكس ماينس 2 اكس ماينس 3 ايكوال 0 يعني الاكس ايكوالز 2 اور الاكس ايكوالز كام ايكوالز 3 يبقى انا عندي هنا ال دي 1 از اور اكسبت ال 2 وال 3 طب بالنسبه لدي دي سهله ال دي 2 عندي از على طول ار اكسبت ال 3 ونيجاتيف 3 وحلينا زيها كتير طيب بالنسبه لدي انا عندي اكس سكوير بلس اكس ماينس 2 ايكوال 0 اي تايمز اي يديني 2 والديفرنس يديني 1 2 تايمز 1 يبقى انا عندي اكس بلس 2 اكس ماينس 1 ايكوال 0
يبقى الاكس عند ايكوالز نيجاتيف 2 اور الاكس عند ايكوالز 1. يبقى دي 3 اللي هو الدومين اوف ذا ثيرد فانكشن دي از ار ديفرنس مين النيجاتيف 2 وال1. يلا نلم الكومن دومين. يبقى الكومن دومين از هيبقى ار ديفرنس. نلم كل دول. عندي هنا 2 و3 ناخد 2 و3. هنا في 3 ما ناخدهاش. عندي ناخد نيجاتيف 3 دي جديده عليا وعندي نيجاتيف 2 ناخدها وعندي هنا الايه ال1 ناخده. يلا اللي بعد كده بيقول لي كومبليت ذا فولوينج الدومين اوف ذا فانكشن دي. يبقى ال2 اكس بلس ال4 ايكوالز 0. نودي ال4 هنا بالنيجاتيف يعني 2 اكس ايكوالز نيجاتيف 4 يعني الاكس عندي ايكوالز نيجاتيف 4 ديفايدد 2 ويتش از نيجاتيف 2. يبقى الدومين عندي از ار اكسبت النيجاتيف 2. يعني اعوض باي فاليو في الفانكشن دي تديني نتيجه ما عدا الفاليو الوحيده اللي فيها الاكس ايكوالز نيجاتيف 2 ما اقدرش اعوض بيها عشان هيديني في الدينومينتور 0 واي حاجه ديفايدد 0 از مينينجلس. اللي بعديها الدومين اوف ذيس فانكشن. انا عندي هنا ليت اكس باور 7 ماينس 32 اكس سكويرد ايكوال 0. ناخد اكس سكويرد كومون. يبقى عندي هنا اكس باور 5 ماينس 32 ايكوال 0. يبقى يا اما اكس سكويرد ايكوال 0 اور اكس باور 5 ماينس 32 ايكوال 0. هنا خلاص اكس ايكوال 0. طب هنا الاكس عندي باور 5 هت ايكوالز 32 واحنا عارفين ان ال 32 عباره عن 2 باور 5. يبقى هنا على طول زين سنس ان الباور ايكوالز الباور والباور عندي از اود يبقى على طول البيز ايكوال البيز يعني الاكس عندي ايكوالز كام؟ ايكوالز 2. يبقى الدومين عندي بتاع الفانكشن دي هيكون ايه؟ مره عندي هنا خدت 0 ومره عندي هنا خدت 2. يبقى ار اكسبت ال 0 كام؟ و2. اللي بعد كده بيقول لي السيت اوف زيروز اوف ذا فانكشن. اه ناخد بالنا بقى بيقول لي السيت اوف زيروز مش طالب الدومين، عايز مجموعه الزيروز بتاعت الفانكشن دي. في جميع الاحوال لازم اجيب الزيروز بتاعت الدينومينيتور، لازم اجيب الدومين. انا عندي هنا مول اكس سكويرد ماينس الاكس ماينس 2 ايكوال 0. ده معناه ان اكس ماينس 2 واكس بلس ال1 ايكوال 0. يبقى عندي الدومين على طول ايكوالز ار اكسبت اللي هيجي لي من هنا 2 وهيجي لي من هنا نيجاتيف 1. طيب ايه بقى الزيروز اللي هتجي لي من البولينوميال دي؟ هنقول كده اكس سكويرد ماينس ال4 ايكوالز 0 يعني اكس سكويرد ايكوال 4. يعني على طول زي ما عرفنا قبل كده ان الاكس ايكوال بوزيتيف نيجاتيف ايه 2. يبقى الزيروز بتاعت البولينوميال اللي فوق دي بوزيتيف نيجاتيف 2. طب هل يحق ليا ان انا اخد البوزيتيف 2؟ لا يحق. ليه؟ عشان طلع لي في الدومين، واحنا قلنا ان سيت اوف زيروز بتبقى مجموعه الزيروز دي لما اشيل منها اللي موجود زيها هنا. يعني عندي التو موجود منها هنا ما اخدهاش، يبقى الزيرو الوحيد اللي متاح ليا ان انا اعوض بيه ويطلع لي الفانكشن كلها في زيرو اللي هو النيجاتيف 2. يبقى السيت اوف زيروز اوف ذا فانكشن اف از نيجاتيف 2. البروبلم اللي بعد كده بيقول لي عايز الدومين اوف ذا تو فانكشن ان 1 وان 2. مديني ان 1 ب 6 ديفايدد الاكس والان 2 باكس بلس الايه ال 6. طب بالنسبه لدي هنا على طول احنا عارفين ان الدومين ده هيكوالز ايه ار ديفرنس مين الزيرو. ناخد بالنا بقى من هنا، هل دي فراكشنال فانكشن؟ لا، دي بولينوميال عاديه، واحنا عارفين ان البولينوميال العاديه من حقي اعوض فيها باي فاليو للاكس. يعني هي ديفايند ات اني فاليو اوف اكس، يعني الدومين بتاعها از ايه is r، وبالتالي الكومن دومين هيبقى الدومين ده بس. يبقى زين the common domain is r difference is zero. اللي بعديها مديني الفانكشن n 7 over x plus، بيقول لي الدومين is r except negative 2. يبقى كام دي بقى الفكره الثانيه اللي احنا تعرضنا لها؟ هو بيقول لي كده ضمنيا ان لما هنشيل الاكس ونحط نيجاتيف 2 كل الدينومينيتور هيبقى بزيرو. يبقى سينس ان الدومين از ار ديفرنس نيجاتيف 2 يبقى زين ات اكس ايكوالز نيجاتيف 2 اكس بلس الايه ايكوالز ايه ايكوالز زيرو. يبقى هنا زين نشيل بقى الاكس ونحط نيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 2 بلس الايه equals 0. ده معناه على طول ان الـ A equals كام؟ equals 2. اللي بعديها نفس الفكرة، مديني الفانكشن دي بيقول لي الدومين بتاعها ده عايزين الـ A،
يبقى سينس ان الدومين عندي equals r difference ال 5 و negative 5 يبقى زين at x equals 5 ال x squared minus ال a عندي هت equals ايه 0. يلا نشيل ال x ونحط مكانها 5 يبقى زين ال 5 squared minus ال a equals 0 على طول يبقى ال a عندي equals كام 25. اللي بعد كده مديني n1 ومديني n2 وبيقول لي الكومون دومين بتاعهم ار اكسبت نيجاتيف 2 و7 يبقى الكيب كام. ناخد بالنا الكومون دومين يعني ايه. الكومون دومين يعني لم لي الزيروز اللي هنا والزيروز اللي هنا وحطهم لي هنا. طب ما نيجي نجيب الزيروز بتاع ده. انا عندي الاكس بلس 2 ايكوال 0 امتى؟ لما الاكس ايكوالز نيجاتيف 2. يبقى واضح جدا ان النيجاتيف 2 دي هي اللي جايه لي منين؟ من الجزء ده. يبقى الزيرو اللي هو ال7 ده جاي لي منين؟ جاي لي من اكس ماينس كي. يبقى انا عندي سينس الاكس ايكوال 7 بيلونجز تو الكومون دومين يبقى زين ات اكس ايكوالز 7 الاكس ماينس الكي ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. يلا نعوض عن الاكس ب 7 يبقى زين ال7 ماينس الكي ايكوالز 0 ده معناه ان الكي ايكوالز كام؟ ايكوالز 7. يلا اللي بعديها يقول لي if the function f equals كذا and the set of zeros للfunction 2 negative 2. يقول لي set of zeros 2 ونegative 2 عايز ال L. ناخد بالنا ان set of zeros بتيجي من اللي فوق وبنشيل منها الزيروز اللي بتيجي من الدينومينيتور. طب ايه هي الزيروز اللي هتجيلي من الدينومينيتور؟ انا عندي هنا x power 3 minus 27 equals 0 يعني ال x power 3 equals 27 يعني ال x عندي هت equals الثيرد روت ل 27 which is 3. يبقى انا جاي لي من تحت في عندي 0 اسمه 3 ما ينفعش اصلا يطلع لي فوق. طب هو بيقول لي الزيروز اصلا 2 نيجاتيف 2 يبقى ناخد اي واحده من دي نعوض بيها مكان الاكس هيطلع لي ال على طول لان انا عندي ال 3 مش موجوده بالفعل فين؟ في الزيروز. يبقى at x equals 2 then x squared minus ال l equals 0 يبقى انا عندي 2 سكويرد اللي هي 4 ماينس ال L equals 0 يبقى زين ال L عندي equals كام؟ equals 4. تعالوا نشوف مع بعضنا مسائل اللي تشوز. اول واحده بيقول لي if n1 و n2 are two algebraic fractions الدومين اوف n1 ار ديفرنس x1 والx1 ده سيت اوف زيروز بتاعت الدينومينيتور والدومين بتاع n2 ده عباره عن ار ديفرنس x2 والx2 دي مجموعه الزيروز للدينومينيتور n2 يبقى الكومن دومين عندي ايه؟ بنعمل ايه في التو سيت اوف زيروز؟ بنعمل لهم يونيون. اللي بعد كده الفانكشن دي از undefined when x belongs to a. undefined يعني في عندي زيرو تحت يبقى نجيب الزيروز بتاعت الدينومينيتور يبقى let 4x equals 0 يعني ناخد الاكس كومن x minus x squared minus 4 equals 0 يبقى الاكس تايمز x minus 2 times x plus 2 equals 0 يجي لي من هنا 3 zeros x ب 0 x ب 2 x ب negative 2. طيب ناخد بالنا هل هو بيقول لي انا عايز الدومين ولا بيقول لي الفانكشن undefined لما الاكس بيلونجز تو ايه؟ يبقى طبعا نختار التشويس بي ما اخدش ده. اللي بعد كده الدومين بتاع الالجبرايك فراكشن دي equals الدومين اوف ذا الجبرايك فراكشن وات. طب هو الدومين بتاع دي ايه اصلا؟ الدومين بتاع دي المفروض ان هو r لان ده عندي constant function. طيب مين الفانكشن اللي هنا اللي مسموح لي اعوض باي فاليو من الاكس فيها؟ طبعا اللي هي دي. ليه؟ عشان ده sum between two squares يبقى هنا برضو الدومين عندي is a is r يبقى نختار دي. اللي بعديها طبعا دي سهله قوي هنا ما ينفعش ناخد اصلا ال2 لان ال2 اصلا من الزيروز بتاعت الايه؟ الدينومينيتور. يبقى عندي الفانكشن f of 2 is undefined. اللي بعديها if the domain of the algebraic fraction n is r difference dual يبقى ال n of 3 equals كام؟ انا اصلا ما ينفعش اخد ال 3 لان عندها الفانكشن undefined. اللي بعد كده بيسالني على السيت اوف زيروز. ناخد بالنا السيت اوف زيروز للفانكشن دي عباره عن ايه؟ اولا تحت الدومين عندي بار يبقى الزيروز اللي هتجي لي من فوق هي الزيروز بتاعت المساله. يبقى لما نقول 2 minus الاكس equals 0 ده يخلي معايا الاكس equals كام؟ equals 2 هو ده الزيرو اللي عندي الوحيد اللي هيجي لي في المساله. اللي بعد كده
السيت اوف زيروز للفانكشن دي از ايه؟ اول حاجه لازم اجيب الزيروز بتاعه الدينومينيتور، هنا هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي 2 ونيجاتيف 2. يبقى لازم اللي هيجي لي من فوق لو في 2 او نيجاتيف 2 اشيلهم. طيب الزيروز اللي هيجي لي من هنا عباره عن ايه؟ عباره عن نيجاتيف 1 ومن هنا هيجي لي 3. يبقى هم دول التو فاليوز اللي يدوني زيرو. هل ممنوع اخد اي واحده منهم؟ لا طبعا، مفيش حاجه جايه لي في الايه؟ في الدينومينيتور، يبقى نختارهم على طول النيجاتيف 1 وال3. يلا اللي بعد كده السيت اوف زيروز للفانكشن دي، الدومين عندي تحت از ار، ده سام بتوين تو سكويرز. يبقى نشوف الايه اللي هيجي لي من فوق. دي عباره عن ايه؟ عباره عن اكس ماينس 2 اكس بلس 1. يبقى هيجي لي 0 ب 2 ويجي لي 0 بنيجاتيف 1، يبقى 2 ونيجاتيف 1. عايزين نشوف السيت اوف زيروز للفانكشن دي، يبقى ناخد الاكس سكويرد ماينس 9 نسويها بال 0، يعني الاكس ماينس 3 اكس بلس 3 ايكوالز 0، يعني الاكس عندي هت ايكوالز 3 اور الاكس عندي ايكوالز نيجاتيف 3. قبل ما اخد التو فاليوز دول لازم اتاكد ان مفيش واحده منهم طالعه لي في الايه؟ في الدينومينيتور. انا عندي الزيرو اللي جاي لي من تحت هنا من الدينومينيتور اكس ايكوالز كام؟ اكس ايكوالز 2. يبقى التو فاليوز دول فعلا مسموح لي اعوض بيهم في المساله، وبالتالي هم دول الزيروز بتوعي. اللي بعديها عايزين الكومن دومين. انا عندي هنا هيجي لي اكس سكويرد ماينس 1 يجي لي من هنا بوزيتيف نيجاتيف 1، وعندي هنا اكس سكويرد ماينس اكس ايكوال 0، يعني x تايمز x ماينس 1 ايكوال 0. يبقى الـ x عندي هت ايكوال 0 اور الـ x عندي هت ايكوالز ايه؟ هت ايكوالز 1. يبقى الكومن دومين عندي 1 و 0 ونيجاتيف 1. ما خدش ال 1 عشان ما نكررش، يبقى r ديفرنس المجموعه دي. اللي بعد كده الكومن دومين للتو فانكشنز دي وايه ودي. ناخد بالنا ان دي بولونوميال، والبولونوميال احنا عارفين ان الايه الدومين بتاعها از r، وكذلك دي برضو بولونوميال والدومين بتاعها از ايه؟ از ار. واحنا قلنا ان الكومن دومين عباره عن الدي 1 انترسكتد ايه؟ دي 2، الانترسكشن ما بين الاثنين دول ار وار، الانترسكشن عباره عن ايه؟ عباره عن برضو ار. يلا اللي بعد كده بيقول لي اف ذا دومين اوف ذا فانكشن دي از ايه؟ از ار. ولما نيجي نبص هنا نلاقي اكس سكويرد بلس حاجه، يبقى لازم الاي دي تكون بوزيتيف فاليو عشان يبقى صم بتوين تو سكويرز، عشان مستحيل ابدا يديني زيرو. اوكي، يبقى لازم الايه تكون جريتر ذان الايه؟ الزيرو. اللي بعديها الاكس ايكوالز 3 از وان اوف ذا زيروز للفانكشن، يبقى كيب كام؟ طالما حدد لي وان اوف ذا زيروز يبقى ما بصش تحت خالص بقى، ان هو اوريدي اعتبره زيرو، يبقى هو ده اللي هيخلي النيومريتور بتاعي بزيرو. يبقى ات اكس ايكوالز 3 الاكس سكويرد ماينس ال 2x ماينس ال k ايكوالز ايه؟ 0. نشيل x ونحط 3، يبقى 3 سكويرد ب 9 ماينس 2 تايمز 3 ب 6 ماينس ال k ايكوالز 0، يعني ال k عندي هت ايكوالز كام؟ هت ايكوالز 3. اللي بعد كده مديني الفانكشن f زي ما انتم شايفين كده، ومديني ال x بتبلونجز للريل نمبرز كلها ديفرنس التو فاليوز دول. دي معناها ايه؟ دي معناها الدومين، يعني دي القيم اللي متاح ليك تشتغل بيها على الفانكشن دي. زين اف اوف نيجاتيف 2 ايكوالز ايه؟ هل النيجاتيف 2 من ضمن الحاجات اللي انا ما بشتغلش عليها؟ لا، ده انا عندي 7 ونيجاتيف 7 بس. يبقى نعمل هنا الاف اوف ايه؟ اوف نيجاتيف 2 ايكوالز هيبقى 7 بلس نيجاتيف 2، وعندي هنا 7 ماينس النيجاتيف 2 اللي هي هتيكوالز معانا هنا 5 ديفايدد مين؟ ديفايدد 9. نيجي نبص هنا نلاقي ان هو مديني مجموعه ريليشنز مع الاف اوف كام؟ مع الاف اوف 2. يبقى نحاول نجيب اف اوف 2. طيب الاف اوف 2 عندي ايكوالز كام؟ هيبقى 7 بلس 2 ديفايدد 7 ماينس 2 اللي هي 9 ديفايدد مين؟ ديفايدد 5. يبقى انا عندي الاف اوف نيجاتيف 2 عباره عن الريسبروكال بتاع الاف اوف كام؟ اوف 2. يبقى نختار السي. بروبلم 5 بيقول لي determine the domain of the function n، وبيقول لي find n of 0 و n of 2. عشان نجيب الدومين let x squared minus 5x plus 6 equals 0. طبعا حفظنا الفكة دي اللي هي x minus 2 times x minus 3 equals 0. يبقى then x minus 2 equals 0 or x minus 3 equals 0، يعني الاكس عندي ايكوالز 2 اور الاكس عندي ايكوالز ايه؟ 3. يبقى الدومين از الار ديفرنس مين؟
ال2 ومين؟ وال7. طيب لما اجيب n اوف 0 ال n اوف 0 من حق اعوض ب0 عشان موجوده معايا في الدومين مش موجوده معايا في القيم اللي انا ايه مستثنيها، يبقى هت ايكوالز ايه؟ هيبقى عندي 2 تايمز 0 بلس 1 طبعا راح، هيبقى عندي 1 اوفر كام؟ 1 اوفر 6 لان ده راح وده راح وده راح. طيب ال n اوف 2 هل يحق لي اشتغل على ال2؟ لان الدومين كله ار ديفرنس الفاليوز دي، يبقى ال n اوف 2 از undefined. اللي بعديها بيقول لي الدومين بتاع الفانكشن دي ار ديفرنس 3، عايز الايه؟ هنقول كده سينس ان الدومين از ار ديفرنس 3 معنى كده ان ات اكس ايكوال 3 ده ب 0، يبقى زين ات اكس ايكوالز 3 الاكس سكويرد ماينس الاي اكس بلس ال 9 ايكوال 0. نشيل كل اكس ونحط 3، يبقى انا عندي هنا 3 سكويرد ب 9 يبقى 9 ماينس 3 a بلس ال 9 ايكوالز 0، يبقى 18 ماينس 3 a ايكوالز 0 يعني ال 18 ايكوالز ال 3 a زين ال a ايكوالز ال 6. اللي بعديها بيقول لي if n is an algebraic fraction ومديها لي اهي، بيقول لي n of a is undefined find the value of a. لما يكون n of a undefined يعني عند الفاليو اللي فيها الاكس equals الa ده بكام؟ ده بزيرو، يبقى at x equals a ال 4x squared minus 12x plus 9 equals 0. نشيل كل x ونحط a، يعني 4a squared minus 12a minus 9 equals 0. ازاي هتبقى كده؟ 2a ماينس ال 3 باور كام؟ باور 2 ايكوالز ايه؟ ايكوالز 0. يعني ال 2a ماينس 3 ايكوالز 0 ده معناها ان ال 2a ايكوالز 3 يبقى زين ال a ايكوالز 3 اوفر ال 2. اللي بعديها بيقول لي الدومين بتاع الفانكشن دي از كذا، عايز الفاليو اوف اتش اوف ام اند سي. التو فاليوز دول هم الفاليوز اللي عندها البولينوميال دي ب 0، يبقى ات x equals 2 x squared minus 5x plus m equals a equals 0. نشيل كل x ونحط 2، يبقى هنا 2 squared minus 5 times 2 plus m equals 0، يبقى انا عندي 4 minus 10 plus m equals 0. 4 minus negative 6 يبقى m عندي equals كام؟ equals 6. وطالما جبنا ال m عشان اجيب ال c اجيب الدومين عادي خالص، يعني let x squared minus 5x plus 6 equals 0، يبقى هنا عندي x minus 2 times x minus 3 equals 0، يعني اما ال x هت equals 2 or ال x عندي هت equals كام؟ 3، وال 2 طلعت اهي يبقى ال c ب 3، يبقى زين ال m equals 6 وال c equals 3. Problem 9 بيقول لي الدومين للفانكشن دي r except negative 2 والf of 0 equals 3، عايز الفاليوز اوف a وb. طبعا سهله جدا، ليه؟ لان انا من الدومين ده هقدر اجيب الa. هنقول كده since the domain is r except negative 2 يبقى then at x equals negative 2 الاكس بلس الاي ايكوالز 0، هنشيل الاكس ونحط نيجاتيف 2، يبقى هنا زين نيجاتيف 2 بلس الاي ايكوالز 0، يبقى زين الاي عندي ايكوالز كام؟ ايكوالز 2. دي اول حاجه، خلاص جبنا الاي. طيب الاف اوف 0 ايكوال 3 دي معناها ايه؟ لما نشيل الاكس ونحط 0 الفانكشن عندي ب 3. طب هل يحق لي احط 0؟ اه، لان هي مش مستثناه عندي من الدومين، لان فعلا الار موجود في الزيرو. يبقى ات x equals 0 then طبعا الفانكشن ب 3، يبقى 3 equals 0 plus ال b divided 0 plus انا جايب ال a ال a ب 2، يبقى then ال 3 عندي هت equals b divided 2 واللي منها على طول ال b هت equals 3 times 2 which is ال 6، يبقى انا عندي ال a ب 2 وال b عندي ب 6. بيقول لي set of zeros للفانكشن دي is 4 والدومين عندي R difference 2، عايز الـ A والـ B. طبعا عندي 2 equations، من الدومين اللي هو مدهوني أقدر أجيب الـ B، يبقى since الـ D عندي is R difference
ال 2 ده معناه at يبقى then at x equals 2 ال bx minus ال 4 equals 0. نشيل x ونحط 2 يبقى then 2b minus ال 4 equals 0 يعني ال 2b equals ال 4 يعني ال b عندي equals كام 2. خلصنا الحتة دي. نيجي نشوف الزيروز اللي جاي من فوق وات x عندي equals 4 المفروض ان ال ax squared minus 6x plus 8 equals 0. نشيل يلا ال x ونحط 4 يبقى زين هنا 16 a minus 24 plus 8 equals كام equals 0 يعني 16a minus 16 equals 0 يبقى زين ال a equals كام equals 1. يبقى الـ A عندي بـ 1 والـ B عندي بـ 2. نيجي نشوف مسائل excellent pupils. بيقول لي الدومين للفانكشن اللي اسمها n is r except 1 و 3. وادي الفانكشن اسمها n. عايز الـ values of e و a و a. طبعا دول 2 variables يبقى احنا هنعمل 2 equation. يبقى since ان الدومين عندي is r except الـ 1 و 3 يبقى then at x equals 1 و x equals 3 ال x squared plus e x plus ال a equals a equals 0. يلا نعوض مرة ب x ب 1 ومرة ب x ب 3. لما عوض مرة ال x ب 1 يبقى عندي هنا 1 squared ب 1 plus e plus a equals 0. دي كده أول equation اللي هي a. يبقى زين هنا e plus ال a equals negative 1. دي أول equation. لما عوض عن ال x ب 3 يبقى 9 بلس 3e بلس ال a equals 0. ده معناه ان ال 3e بلس ال a equals negative 9 ودي كده ايه 2. يلا نعمل لهم subtraction. يبقى انا عندي هنا negative 2e equals كام equals 8. ده معناه ان ال e equals 8 divided negative ال 2 اللي هي negative ال 4. لما تكون ال e بنيجاتيف 4 نعوض هنا at equation 1 يبقى negative 4 plus ال a equals negative 1. ده يجينا بالبوزيتيف يبقى زين ال a equals كام equals 3. المسألة اللي بعد كده بيقول لي if n 1 of x مديني الفانكشن دي ومديني n 2 ومديني الكومن دومين بتاع 2 functions عبارة عن ar difference 3 عايز ال value of ال a. لما نيجي نبص على الكومن دومين ده بيلم لي كل الزيروز بتاع الدومين ده والدومين ده. يعني ناخد بالنا لو هنا في مثلا في 2 مش شرط اللي اخده هنا يشتغل معايا هنا اللي ممكن يكون شغال مع الناحيه الثانيه. لكن هو موضح لي المساله ازاي؟ هو اصلا هنا جايب لي البولينوميال دي سام بتوين تو سكويرز يعني دي على طول الدومين بتاعها بار. يبقى اكيد ال 3 دي جايه لي من هنا فمن حق اخش اشتغل فيها على طول. يعني لو عندي هنا تو فاليوز مش شرط ان انا اخد فاليو واشتغل بيها على طول ممكن تكون بتاعت الثانيه. لكن انا هنا اتاكدت ان دي تخص دي. يبقى since the common domain is r difference 3 مش كده وبس و the domain of n1 of x is r يبقى 3 دي جاية لي من هنا. يبقى then at x equals 3 x squared minus 6x minus a equals 0. نشيل كل x ونحط 3 يبقى 9 minus 18 minus a equals 0. يبقى negative 9 minus a equals 0 then a equals 9. وبكده يبقى احنا خلصنا lesson 2 في unit 2. lesson من lessons السهلة جدا مفيش اي مشاكل بواجهها ان شاء الله. اليونت كلها سهلة. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس وبالتوفيق لكم ان شاء الله.